شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير عبد الله ناس في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في نسخته 25 في العاصمة الألمانية برلين. هذا وتحرص مملكة البحرين بشكل دائم على تفعيل وتنمية علاقاتها بألمانيا في كافة المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من برلين. عانى العالم في الأعوام المنصرمة من تبعات جائحة كوفيد-19 التي وضعت ضغوطات مهولة على الاقتصادات العالمية والوطنية في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ورغم كل هذه التحديات والمعوقات لم يتأثر التعاون العربي الألماني. وحرصاً من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على ازدهار هذه العلاقات واستدامتها، تعقد سنوياً الملتقى الاقتصادي العربي الألماني. طبعاً مشاركة البحرين في اتحاد الغرف العربية طبعاً مهم جداً، وغرفة البحرين عضو أصيل في هذا الاتحاد، وطبعاً أهمية ودور اتحاد الغرف العربية مهم جدا لتوطيد العلاقات وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية والاستثمارات المشتركة بين الدول. وإحنا طبعا طموحنا كبير جدا وتقوية الصادرات البحرينية في الوطن العربي، والعكس صحيح بنفس الشيء. ينعقد الملتقى على مدى 3 أيام بين 21 و23 من يونيو بحضور عدد من رجال الأعمال والسفراء العرب والألمان والمتحدثين رفيعي المستوى وصناع القرار والممثلين عن القطاعات الاقتصادية من الجانبين. تطورت العلاقات العربية الألمانية في مجالات متعددة. التبادل التجاري اليوم يتجاوز 40 مليار يورو. الاستثمارات العربية في ألمانيا تتجاوز 100 مليار يورو، والآلاف من الشركات الألمانية تعمل في الدول العربية، وكذلك الحال لشركات ألمانيا هنا تعمل في ألمانيا. يعقد هذا الملتقى الاقتصادي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا برعاية وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية. من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في يومه الأول، تلفزيون مملكة البحرين، ساريا المرزوق، برلين.